دائما وسط الأشواق بتكون البرود، وهذا هو الحاصل بالضبط في مطار الخرطوم الذي تمددت فيه الأشواق. طبعا الأشواق أنا بقصد ما الأشواق الاسم الحرفي للشوك، بل أقصد الأشواق اللي هي الأشواق اللي هي السرقات بتحصل في مطار الخرطوم. أي مسافر بيجي من برا دائما بيشكي إنه الشنطة يلقاها مسروقة، يا مشروطة يا مقطوعة يا مفتوحة. دائما بقت السرقات في مطار الخرطوم حاجة مخزية. إنسان السودان كان مشهور على مر التاريخ إنه إنسان نزيه ونظيف، لكن في الفترة الأخيرة تبدل الحال والناس بقت تميل للحرام. لكن وسط هذه الأشواك في زهرة نظيفة عفيفة طاهرة أعادت لنا الثقة في إنه ما زالت البلد بخير، ما زالت البلد بخير مهما كانت الظروف. عفيف النظيف، نظيف اليد واللسان، الشاب الخلوق الطيب حسن عبد الرحيم، الزول ده شغال في مطار الخرطوم لقى ليه 15 مليار جنيه. 15 مليار جنيه لقاها في المطار، سلمها طوالي لإدارة المطار، سلمها للمسؤولين في المطار. ده شغال رزق اليوم باليوم، يعني المبلغ ده يسيل له اللعاب. لو واحد نفسه ضعيفة ما كان بيكذب، طوالي بيلم المبلغ ده ويزوق ويغير له حياته 180 درجة، يغير حياته 180 درجة. طبعا كله بالحرام، لكن الطيب فضل انه يربي اولاده باللقمة الحلال، انه يتربوا باللقمة الحلال. فضل انه رزق اليوم باليوم احسن له من 15 مليار. يعني كان في امكانه انه يزوق بيها عادي ولا في زول يجيب له خبر، لكن هو انسان امين مع نفسه ومع الناس. فنحن نشكر الشاب العفيف النظيف الأمين الطيب حسن عبد الرحيم، ويا ريت الإدارة بتاعت المطار تكرم الرجل ده يا عشان يشجعوا الناس التانية شغالين كلهم في المطار يحزوا حزو يكونوا أمنين زيه. المطار خرطوم زي الطين أصلا، خليه المرافق العامة في المطار مثلا كان الاستقبال، الصالات بتاعت الاستقبال أو الحمامات، أو حتى لو كانت وسخان وحالات زي البلد ما مشكلة. أهم شيء الناس الشغالة يكون نفوسهم نظيفة، أهم شيء يكون الناس نظيفين من جوا. الناس لما تكون نظيفة بعشان المطار ده ينظف، لكن لما الناس تكون وسخانة المطار ده أكيد حيكون وسخان مهما كان، حتى لو كان زي مطار هيسرو أو مطار جون كينيدي. لو في النفوس الوسخانة اللي خش فيه وحتبوظ وحيبقى زي مطار خرطوم ده واحد. أهم شيء النظافة يا جماعة، الأمانة الأمانة يا جماعة. فنشكر الأخ الطيب حسن عبد الرحيم على الأمانة، وقول يا ربنا يديك الصحة والعافية وتربي أولادك بالحلال إن شاء الله، وينفعوك لما نكبر ينفعوك. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.